السلام عليكم. اليوم نروحوا لملعب دويرة لنقف على يعني على سيارة تاع وزير السكن والعمران إلى هذا الملعب، واللي فيه يعني عملية تاع التزيين تاع المدخل تاع الملعب، والذي أكد على ضرورة إتمام الأشغال يعني قبل بداية تاع البطولة في العام المقبل. نخليكم تتابعوا ما تبقى من الفيديو. السلام عليكم. Thank you.